السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في مدينة العقيق وفي مزرعة تربتها طينية ما شاء الله بركانية، تجربة زراعة العنب الرازقي الأسود في 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 مكان مثل العقيق شبه دافي. أنا عجبتني حقيقة أبو عايض فكرة التربيط والشد، كانت ممتازة. كيف جت الفكرة هذه معكم؟ لا أنت والله الحمد لله توفقنا فيها، من سبقنا وسواها وشفناها عندهم في المزارع. إيه والحمد لله، يعني تونا بدينا فيها. كم عمرها الحين العنب؟ العنب والله في بداية شهر 7 1442 ما شاء الله، بديت في الشتلات على نص متر. بسم الله عليك. الأمهات من فين جبتها؟ والله من مشتل، عندنا مشتل في العقيق ومشتل ثقة من مزرعة الواحد من ربعنا في الجذي في كرع. ايه مصدر معروف يعني العنب الرازق. ما شاء الله ما شاء الله. كم شتلة عندك طال عمرك؟ والله العنب تقريبا 320 شتلة. ما شاء الله. وزارع برضو تين وكذا ولا بس؟ زارع التين البراون. براون التركي. ما شاء الله. وناجح كلها الاثنين ناجحة. ايوه الحمد لله يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ما في احد زارع عندكم هنا عنب تاخذ الفكرة ولا على بركة الله جرب؟ والله على بركة الله. تجيك يجيك الخير. والله لا تقلق ان شاء الله يجيك الخير. عندك فكرة للتصنيع ولا بس انتاج عنب؟ لا والله انتاج باقي بس باقي. ما في زبيب، ما في ورق عنب، ما في مخللات. والله ان شاء الله ان تونا بدينا وناخذ الاشياء كلها ان شاء الله منكم نستنير يا دكتور. ما شاء الله. طيب تسقيها كم يوم وتسقي؟ يوم ويومين بدون ري. ما شاء الله. والابر هنا المياه متوفره الحمد لله. يا رب لك الحمد، هذا من فضل ربي، عندنا خير والحمد لله. شكرا. جميل جميل. طيب هل تتوقع ان العريش هذا يكفيها ولا لازم تربط العريش بالعريش؟ لا لا ان شاء الله يكفي، لان فكره الشتله العنب تطلع تركب على العريش هذا. ايه حسب ما وجهني مهندس زراعي متخصص في العنب. ايه تطلع تاخذ لها متر يمين ومتر يسار. ايه وتاخذ لها هنا مترين وتوقف هنا مترين وتقليم على هذا الاتجاه. وتقلمون على هذا الاتجاه. ايه حتى عرض العريش عرضه مترين. ايه ما تعدى في مساحته وفي انتشاره، ما تعدى المساحه هذه اساس الانتاج يكون قوي. اساس الانتاج يكون قوي. يا سلام يا سلام. تسمدونها ارتفاعها متر ونص عن الارض. اي ما شاء الله. طيب الحين واقفه لوحدها ولا بدعامات؟ لا والله احنا وقفنا لدعامات بعدين شلنا عنها الدعامات. اي ما شاء الله عليك. ان شاء الله نجي السنه الجايه في منتجه ان شاء الله، ولا تصورها هنا في منتجه ان شاء الله. الله يحييك. الله يوفقكم ويبارك لك. الله يطول عمرك. وتجربه رائده ورائعه في هذا المكان ان شاء الله. ما شاء الله. طيب درست التربة ولا ما درستها؟ والله ما في دراسة لأي شيء الحمد لله. شوفها ناجحة. التربة البركانية ذي مليانة حديد، الحديد ناجح معها. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك. نموها كان سريع جدا جدا صراحة. ما كنا متوقعين العريش، ما كنت متوقع بسويه إلا من السنة الجاية. إيه لكن نموها السريع هذا هو اللي خلانا نستعجل العريش. العنب عنيف. عسى التربة لينة شوي عشان جذوره تمشي، لو مشت الجذور طالعت لك. لا والله أنا شار علي واحد سبق في الزراعة. إيه يوم جينا نزرع الشتلات، الشتلات كانت على نص متر. ايه قال لي تجيب الحفار هذا الجيس. صادق صادق. قال تخلي يحفر حفره لان البكت حقه 50 سم. صادق. وينزل لنا 50 سم. يا سلام. سوينا زي ما تقول حفره كبيره والشتله صغيره. قلت ليش الحركه هذه؟ قال عشان الارض تدخل. صادق. ويمشي العرق بسرعه والجذور تمشي. صادق. اي والله وفعلا مشت بسرعه رهيبه في الارض. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الحمد لله مبارك. وان شاء الله حتى التين برضه مشروع ناجح والنخل ناجح. الله يبارك لكم ان شاء الله.